برعاية هيئة التميز والإبداع، افتتحت الرابطة السورية لعلم الأمراض المؤتمر الثاني لعلم الأمراض الجزيئي بمشاركة عدد من الخبرات الطبية والعلمية السورية والأجنبية في قاعة الأمويين في فندق الشام بدمشق. يشارك في هذا المؤتمر أطباء اختصاصيين من كافة الهيئات البحثية، من كليات الطبية في جامعات القطر، من أطباء باحثين في بلدان الاغتراب من أصل سوري، والميزة اليوم يشارك أطباء من روسيا الصديقة اختصاصيين حضروا إلى هذا المؤتمر للمشاركة بأبحاثهم وأوراق عمل علمية. هذا المؤتمر تأتي أهميته بالدرجة الأولى من هذه التشاركية الهامة، وأيضا من خلال تبادل الخبرات العلمية والبحثية في مجال علم الأمراض الجزيئة والوراثة الطبية، وبالتالي له اهتمام خاص من قبل الباحثين، من قبل طلاب الدراسات العليا في مرحلة الماجستير والدكتوراه، متمنيا أن يخرج بمقترحات وتوصيات هامة بما يخدم بلدنا الحبيب سوريا. على هامش المؤتمر وقبل إطلاق المؤتمر تم اتخاذ قرار بمجلس التعليم العالي وبمبادرة من هيئة التميز والإبداع بتأسيس مركز أبحاث العلاجات الحيوية يلي بيضم على مجلس إدارته هيئة التميز والإبداع وهيئة الطاقة الذرية، الهيئة العليا للبحث العلمي وهيئة التقانة الحيوية. هي تجمع من الهيئات البحثية يلي بتعتني وبتهتم بالعلاجات الحيوية وبإنتاج العلاجات الحيوية. صار في مركز لأبحاث هذه العلاجات، وهو المكان اللي حيتوطن فيه خريجينا وطلابنا المتميزين العائدين من حملة الدكتوراه بهذا الاختصاص للبدء بإنتاج العلاجات الحيوية، والتركيز البداية حيكون على سرطان الثدي وسرطان الرئة. أكثر من 80 بحثاً سوف يقدمها المشاركون ليعرضوا من خلالها أحدث معارفهم العلمية والبحثية الطبية والعلاجية. تم نشر الكثير من الأوراق البحثية، تم نشر، وهذا طبعا رفع ترتيب العلمي لمؤسساتنا البحثية. يعني على سبيل المثال جامعة دمشق كان ترتيبها بويب ماتريكس 10 و700، هلأ 3 و500. فيعني بسبب يعني إذا تشوفي المخطط البياني للأبحاث المنشورة بالمجلات المحكمة من جامعة دمشق على سبيل المثال فهو بصعود مستمر. نحن اليوم بشكل أساسي عم نحكي عن تأثير تبدلات المادة الوراثية على صحة الإنسان وعلى رأسه السرطان، وهذا موضوع محاضرتي الحقيقة اللي هو بيحكي عن آليات الوراثة السرطانية، سواء السرطان الموروث عائليا أو السرطان الناشئ خلال فترة حياة الإنسان اللي هو بشكل النسبة الأكبر. طبعا بدنا نحكي بالتفصيل عن آخر ما توصل إليه العلم بهذا المجال. تكمن أهمية هذا المؤتمر في تقديم طروحات علمية متنوعة تعنى بتطوير المناهج الجزيئية والجينية لتشخيص وتصنيف الأمراض، تسهم في تطوير منهج البحث العلمي بمجال الطب.